يمكن استعدادات دوما يعني بتبقى على قدم وساق بتتخذها وزارة التموين وتحديدا الشركة القابضة اللي حضرتك رئيسها، يعني أنواع مختلفة من العروض اللي بيتم تقديمها لمختلف الشرائح، وسائل إيصال أيضا من خلال معارض أو قوافل، وتنسيق ما بين حضراتكم وما بين المحافظات أيضا. أهم النقاط العريضة وأهم الأنشطة اللي حضراتكم إن شاء الله بتطرحوها استعدادا لشهر رمضان المعظم. في البداية طبعا احنا بناخد أكثر من محور في توفير السلع وإتاحة السلع للسادة المواطنين. أول حاجة احنا عندنا زودنا عدد العربيات أو السيارات المتنقلة من 40 عربية إلى 70 عربية، يعني النهاردة صباحا كان معانا 30 عربية إضافية تم إضافتهم على الأسطول بتاعنا، دول هيجوبوا معظم أنحاء الجمهورية بالكامل لتوزيع السلع للسادة المواطنين. دي حاجة. الحاجة التانية بالإضافة لكده احنا طبعا عندنا المنافس بتاعتنا أو المجمعات الاستهلاكية بتاعتنا، عندنا أكثر من 1200 منفذ هيتم توزيع السلع الغذائية على المواطنين خلال إن شاء الله في شهر رمضان المعظم. ده بالإضافة إن الشركة القابضة هتنفذ وهتعمل 500,000 شنطة لشنطة رمضانية فيها بعض السلع المتنوعة، حوالي 7 أصناف من السلع بسعر 75 جنيه للشنطة. أنواع السلع خاصة بسلع أساسية يعني زيت ورز وسكر ولا يعنيش؟ لا، حاطين سكر وحاطين زيت وحاطين رز وحاطين بالإضافة للكلام ده حاطين بلح اللي هو البلح الجاف. دي حوالي 7 أصناف تقريبا لو عايزينها وعايزين أسعارها أنا ممكن أقول لك تحديدا 75 جنيه للشنطة. دي حاجة. الحاجة اللي بعد كده ده طبعا بالتعاون مع السادة الوزراء الأوقاف والبترول والسياحة في هنطرح 1,739,000 شنطة للمواطنين إن شاء الله هيتم طرحهم خلال الفترة القادمة. ده طبعا تعاون وتنسيق مستمر ما بيننا وما بين الجهات المختلفة، وطبعا بتوجيهات من السيد معالي الوزير الدكتور علي المسلم.